تعال ارجعك لاشاعه طلعت يجي من 3 اسابيع، هي بالمناسبه طلعت تاني دلوقتي. ايه هي الاشاعه؟ بيقطعوا الاشجار النادره في جنينه الاسماك. من 3 اسابيع في هذا البرنامج، اتكلمنا على القصه. حلو؟ واتكلمنا على انه اشاعه لا اساس لها من الصحه على الاطلاق. تخيل من 3 اسابيع تقريبا، يعني مش بالملي بس تقريبا من 3 اسابيع. تخيل. طيب عشان بس تبقى قادر تفهم الى اي مدى صناعه الشائعات شغاله على قدم وساق، واللي عاوزين طول الوقت يروجوا الشائعه وقاعدين بره، وبعضهم هتلاقيه مترمي جوه قاعدين بيشتغلوا على هذا الضخ. فلو الاشاعه تم نفيها واشتغلنا وقلنا وعملنا كل حاجه وتمام التمام، والناس بتاعه صناعه الشائعه دول لقوا ان الموضوع هدي، يروح جاي مفجره تاني. الحق الاشجار النادره والمعمره في حديقه الاسماك بيتم قطعها. هتلاقي انه ده امر بطبيعه الحال بيواجهه المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء كما جرت العاده، وبيأكدوا 100% لا اساس لهذه الشائعه من الصحه على الاطلاق، مش موجود، مفيش حاجه اسمها بنقطع الشجر. تعال هقراها لك اهو. بص، وزاره الزراعه يعني المركز بيعمل ايه؟ بيتصل على طول ويتواصل مع الوزاره المعنيه في الحاله بتاعتنا دي اللي هي وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. قالوا يا جماعه غير صحيح، قالوا يا جماعه احنا بنشدد، احنا كوزاره زراعه واستصلاح اراضي لا يمكن نلمس النباتات والاشجار النادره المتواجده في حديقه الاسماك بالزمالك، لا يمكن، عمرنا ما هنعمل ده. بالعكس، احنا بنعمل خطه للصيانه وتهذيب الاشجار في الحديقه بالاساليب العلميه على ارقى اسلوب علمي وصلت اليه البشريه. ليه؟ عشان اقدر احافظ على هذه النباتات وهذه الاشجار، عشان اقدر طول الوقت محافظ على الشكل والهويه التراثيه لهذه الحديقه. ومش عاوز ان هذه النباتات ولا هذه الحديقه ولا كل ما فيها يتعرض لاي شكل من اشكال الخطوره. طيب هل بيبقى في بعض الاشجار تبقى فروعها بتنمو بشكل غير منسق بشكل قد يشكل خطر؟ طبعا. طب بنعمل ايه؟ لا، احنا بنعمل عمليه التقليم والتهذيب بالطرق العلميه اللي تضمن ان الشجره تفضل مستمره في نموها وتفضل شجره معمره باقيه معانا تشهدها اجيال قادمه بعدنا وما الى ذلك. تفضل هذه الحديقه معلم جميل موجود في قلب القاهره، موجود في قلب الزمالك، يا الناس تفضل تروح جنينه الاسماك وتتفسح وتتبسط، نفضل دايما فخورين بان احنا عندنا اشجار عمرها اكتر من 150 سنه، هيجي في وقت تبقى عمرها 200 ويبقى عمرها 300 كمان. دي طريقه الشغل اللي بتعملها الوزاره. طيب خليني هنا استطلع المزيد من الحقائق من دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين، وتحياتي للجميع. تحياتنا ليك، معلش هنتعبك كما جرت العاده دايما بنقول. والله يا جماعه ما حصل، بس ولاد الايه بتوع الشائعات دول يعني مش هيسيبونا في حالنا. لخص الموضوع كله ان دي فعلا شائعه ليس لها اساس من الصحه، والحقيقه ان وزاره الزراعه حريصه على كل الحدائق التراثيه وما تحويه من اثار وما تحويه من اشجار تعتبر في عداد الاثار. فالاشجار دي قيمه كبيره جدا، واحنا يعني كوزاره الزراعه يعني طبعا في متابعه يمكن يوميه من معالي الوزير يوميه لكل الحدائق التراثيه، واحنا حريصين على هذا الغطاء الشجري المميز سواء لحديقه الاسماك او لحديقه الحيوان. طبعا دي يعني قيمه كبيره جدا، فانا باكد لحضرتك ان فعلا احنا بنصون هذه الاشجار، صيانه الاشجار دي، المفروض انها ما تعلاش ارتفاعات كبيره جدا. بيجي وقت العواصف، احنا داخلين على عواصف وداخلين على موسم عواصف، ده بيجي بيشيل الشجره من جذرها تماما، فبنفقد الشجره تماما لو 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 الارتفاعات دي عاليه. فاحنا بنهذب الاشجار، عملية صيانة لها عشان
تقدر تعدي موجة العواصف وما تحويه من خطورة، سواء لفقد هذا الغطاء الشجري المميز أو خطورة على المواطنين أو الممتلكات، سواء عربيات واقفة أو ركنة أو حاجة كده، أو بني آدمين معديين طبعا، طبعاً. وتتم على أساس علمي زي ما سيادتك وضحت. ومدير الحديقة أنا بطمن الناس هو راجل متخصص ومهندس زراعي متخصص، فيعني ما فيش أي شائعة من هذا الكلام، يعني أساس ليس له أي أساس من الصحة. أنا بأكد أن وزارة الزراعة العريقة حريصة على كل المساحات الخضراء داخل هذه الأشجار، داخل هذه الحدائق التراثية. هي اسمها وزارة الزراعة أصلها، يعني مش اسمها وزارة يلا بينا نقطع الشجر. أنا مش عارف هم عايزين مننا إيه، والله العظيم حاجة متعبة جدا يا دكتور. والحقيقة إن في تكرار للشائعة طول الوقت، في وقت بسيط جدا، يعني في خلال أسبوعين تقريبا في تكرار لنفس الشائعة. صحيح صحيح، لسه كنت بقول كده. مشكورك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة. المرة الجاية بقى حضرتك هتاخدنا في جولة للحدائق بتاعت اللي في القاهرة على الأقل، يعني نروح بقى حديقة الحيوانات، نروح حديقة الأسماك، نروح حديقة الأرمان، وأنا عارف إنه الحدائق في بعضها زي حديقة الحيوان بالجيزة بتعمل فيها تطوير، فممكن نبقى نعدي على الأسماك مبدئيا إلى أن ينتهي التطوير في حديقة الحيوانات بالجيزة بأمر الله على خير، وهتبقى أجمل وأبهى مما كانت عليه كمان. كل الشكر لك يا دكتور محمد، دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.